أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو قل إن الأولين
لكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم.